أكثر سؤال نسمعه في طفولتنا، إيش تبغى تكون لما تكبر؟ وتختلف الإجابات، ضابط، دكتور، مهندس، طيار، لاعب فوتبول وغيرها. البعض يدرك ما يريد مبكراً ويثابر طيلة فترة الدراسة لتحقيق هدفه، خصوصاً إذا كانت رغبته مدعومة بموهبة تسهل عملية الاختيار، عازف، رسام، مخترع، مصور إلى آخره. والبعض الآخر يدرك بعد حين أن رغبات طفولة لم تكن حقيقية أو واقعية، ويسير طيلة فترة صباح دون خطة واضحة. لكن عندما تصل إلى مرحلة البكالوريا يصبح السؤال ملحن، كيف ستختار تخصص الجامعي؟ ومين يمكنه أن يساعدني؟ كنت حب أنه أفتح محل طيب. كنت حب كون محقق. كنت حب صير أسترونوت، لاعب فوتبول أو هيك شيء، رسامة. كنت بدي أعمل صيدلة، كابتن طيران. كنت كتير حب كون ضابط بالجيش. هلأ بميل مثلاً للطب، وبالتحديد طب الأعصاب. هلا حاليا هندس بترول لانه بحب مواد المات والفيزيك. بعدني لهلا بدي اعمل صيدلة. هلا انا بحب ادرس انتيريور ديزاين. هلا صرت حب تكون اخصائيه تغذيه. بعد مش منقي شيء اختصاص معين. هلا اهلي وقت اتصل بالترمينال بلشوا يقنعوني باختصاصات، بس بالنهايه هذا حياتي وانا حر فيها، نقي اللي بدي اياه واللي برتاح له انا. أهلي من النوع اللي عادة على طول بيدعموني، فكان من اختياري أنا تخصصي. أهلي ساعدوني ودعموا هيدي الفكرة ونصحوني فيها للاختصاص. أهلي أثروا شوي على قراري فاقتنعت فيها للفكرة وعجبتني. شو ما قررت أنا يعني حتى إذا بدي غير الاختصاص إني حيكونوا داعمين لإلي. أهلي بيقولوا لي اعمل اللي بدك إياه حتى تنجح بالاختصاص. معدلي بالمدرسة عم بيساعدني وعم بيشجعني أكتر إنه فوت هيدا الاختصاص، وهذا الشيء اللي مطمني إنه حنجح فيه لهالاختصاص لقدام. لا معدلي منيح، بس أنا بفضل إنه أشتغل بشيء بحبه، يعني بدي زيد بعد شوي من معدلي حتى أقدر فوق المعدل اللي أنا لازم أجيبه. معدلي منيح بالفيزيكس والمات، وهذا الشيء بيسمح لي إنه أكون مهندس بترول ناجح. علاماتي بيسمحوا لي، لازم كمان شد حالي شوي أكثر زيادة. لأنه لو كان أعلى شوي كنت بتوجه للطب. تخصصي شوي بيختلف عن شغفي، لأنه شغفي أكتر بالفيزياء، بينما أنا هلا حأتوجه للتغذية بس مشان الجوبس بعدين. هو عادة الانتيريور ديزاين أصعب من تخصصات تانية بأنه لاقي له شغل، بس أنا لأنه بحبه بدي أدرس هيك. طب الأسنان فيه فرص عمل لبعدين، وبكون عم أمن حالي كمان بنفس الوقت. أنا اخترت اختصاصي حسب شو بيتوفر بسوق العمل. للأسف بلبنان طالب بمعظم الأحيان عم يلحق شو سوق العمل أكتر ما عم بفكر هو شو شغفه وموهبته. إنه أنا ما بفضل إني سافر لبرا أبعد عن أهلي، بس إنه إذا اضطر الأمر أكيد رح أعمله. الحين الفترة اللي أنتوا تمروا فيها هي أهم فترة، لأنه عن طريقها تنقلوا نفسكم لمكان أعلى. هو يقرر مستقبلكم، فشلكم، أو وين توصلوا، إيش الأفضل والأحسن. طيب معنا اليوم جولي. جولي راح تتكلم معاكم على النقاط اللي أنتم تحتاجونها، تقدروا تسألوها كل الأسئلة عن أي تخصص، كيف نختار، كل الأسئلة اللي تبغونها. وأنا راح أرجع مثلكم طالبة وأسأل جولي. مرحبا. إلين خبرتني شوي أكتر كل حدا منكم مين عارف شو بده يتخصص بالجامعة ومين يلي ما عارف. أنا هلأ رح أعطيكم هيك مثل لمحة سريعة شوي أنا كيف بقرر شو بدي أتعلم بالجامعة. أهم ثلاث نقاط لازم أرتكز عليهم بمعرفة الذات هن القيم الأخلاقية، هن الاهتمامات والمهارات، يعني values, skills, interest، يلي هن ضمن معرفة الذات. إذا أنا ما بعرف حالي ما في أقدر أقول أوكي بدي أعمل حكيم، أو بدي أعمل مهندس، أو بدي أعمل فاشن ديزاينر. بس أعرف أنا شخصي مين أنا، شو بحب شو ما بحب، شو مهاراتي، شو قيمي الأخلاقية، شو اهتماماتي، ساعتها أنا بقدر أخذ قرار يلي هو بيكون ناضج. من بعد هيدا الخطوة بيجي بتطلع أوكي سوق العمل لشو هو بحاجة. بس أنا يصير عندي هالتو انفورميشنز الأنا والماركت ديماند أو سوق العمل، ساعتها أنا هون مثل حيلا إكويشن تنعمل، بيصير عندي الاختصاص يلي هو لازم تخصصه أو الاختصاص يلي هو أكتر شيء بناسبني أنا كشخص. من بعد ما أنا أعرف وأخذ هالديسيجن، هون بيصير عنا الفيز اللي هي كيف أنا أقدر أوصل للشيء اللي بدي إياه. مثلا أنا بحب كتير أكون أركيتكت،
طيب بس أنا ما كتير قوي بالرسم ومعروف إنه أنا بحاجة لرسم بالجامعة. هون ساعتها في بلش أخذ بركة كلاسز بالرسم تطور أنا هالمهارة يلي عنديها، بس بعد منا مهارة. سو بدي إياها تصير مهارة، بدي طورها. أوكي and then بصير أنا إنسان قادر أقول إنه بس فوت على الجامعة تعمل أركيتكتشر أنا عندي what it takes، شو أنا بحاجة تكون a good architect. أوكي هلأ حابة أسألكم للأشخاص يلي already أخذوا إذا بدكم أو قرروا الاختصاص تبعهم، يعني على أي أسس؟ هل يا ترى هن أسس خاصة بأنا الأنا معرفة الذات، أو هي أكتر external خارجية؟